السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. الحقيقه ان انتوا بجد بتسعدوني بكلامكم الجميل اللي بيجي لي في التعليقات، ودايما واقفين في ظهري، ودايما بتساندوني، ودايما بتشجعوني حتى بعد ما غبت عنكم فتره كبيره ورجعت للقناه. دايما كلامكم بيفرحني، ودايما كلامكم بيسعدني، ودايما كلامكم بحطه فوق دماغي. انا بجد ممتن لكل واحد جزائري، وبشكر كل واحد جزائري. وبجد الجزائر دي دوله كل يوم بتثبت ان هي احسن واحسن باخلاقها وكرمها وطيبه شعبها الاصيل. وقد ايه الجزائر كل يوم بتثبت بكرم اخلاق شعبها وطيبه شعبها الطيب ان هي قد ايه دولة عظيمة ودولة قوية ودولة كبيرة. النهاردة حبيت اشارك معاكم فيديو جديد عن الجزائر، وفيديو ان شاء الله يعجبكم وينال رضاكم. وطبعا زي ما احنا متعودين دايما في كل فيديوهاتنا ان احنا ندعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم، ربنا يثبتهم، ربنا يقويهم، ربنا يشفي مرضاهم، ربنا يداوي جرحاهم، ربنا ياخد بايديهم، ربنا ان شاء الله قادر ان هو يحرر المسجد الاقصى. اللهم امين يا رب العالمين. خلينا نشوف النهارده الفيديو بيتكلم عن ايه. بس ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه لو اول مره تشوفوني. منين بديت كنحاول نتعمق في البروباغندا الصهيونيه في المغرب، بديت كنلاحظ ولا بديت كنرجع لبزاف ديال الحوايج اللي كنا كنتقراو اللي عندهم علاقة بالرواية السياسية ديال البلاد، ستادير كي الطريقة اللي باش كنهضرو بها على التاريخ ديالنا والعلاقات الخارجية ديال المغرب مع بلاد الخارج. ومن أهم المواضيع اللي رجعت ليهم هما العلاقة ديال لو كونفلي ماروكان ألجيريان، العلاقة ديال الصراع المغربي مع الجزائر. وتفكرت واحد النهار كنت واقيلا في الليسي ولا في الكوليج، في واحد الكور ديال التاريخ والجغرافيا، البروف ديالنا كنا كنهضروا على الاستعمار ديال المغرب من طرف فرنسا واسبانيا، وجبدنا الاستعمار ديال فرنسا في الجزائر. وكان قال لنا الاستاذ كاع حنا راه ما استعمرناش، ما طولناش بزاف ديال الوقت في الاستعمار، واخا دازت ديك الفتره صعيبه بزاف على المغاربه اللي كانوا عايشين تحت الحمايه ديال الفرنسيس، ولكن هذاك الشيء اللي حنا دزنا عليه لا علاقه مع داك الشيء اللي دازوا عليه الجزائريين، حيت هما تستعمروا اكثر من قرن. وصراحه ما عرفتش واش انا اللي دابا كنظلم داك الاستاذ ولا لا، ولكن كان جاب لي الله في ديك الوقيته بحال الطريقه اللي باش كنا سالينا داك الدرس كانت فيها واحد النوع ديال السخريه، زعما ها شوفوا الجزائريين تستعمروا اكثر من قرن، وحنايا دغيا دغيا خدينا الاستقلال ديالنا. و ديك العاد ما كانش عجبتني، ما حسيت بداك داك الاستهزاء، حسيت به ماشي تلهيه ماشي في بلاصتو، ولكن ما كنتش عندي داك الوعي بالسياسه والتاريخ اللي نقدر بهم نقول شي حاجه ولا نرد على الاستاذ. ودابا فاش وليت كنعاود نرجع لدوك المواقف اللي كنت فيهم فين كانت هاد الهضره هادي كتجبد، ودابا كنشوف كيفاش الصراع بين المغرب والجزائر اللي هو ان فيت كومبليتمون لو ريزولتا ديال اللي هو نتيجه ديال التصهين ديال السياسه والتاريخ ديال المغرب. عاد وليت كنستوعب الوزن ديال داكشي اللي كيتقال على الجزائر في المغرب. وانا صراحة ما كان تعاملش بزاف، ما كان انتغاجيش بزاف مع لي زاسباس ديال لي الجزائريين في لي ريزو سوسيو، ولكن بين لي مزيان باللي هذيك لا تاكتيك ديال القوى الاستعمارية الاجنبية ديال التقسيم والحكم ديفايد اند رول هي اللي خلقات هذا الشيء اللي كنعانيو به، ولا اللي كيسحب لينا راسنا كنعانيو منه مع الجزائر والجزائريين. المغرب حنا المغاربه ما جيناش غير هكاك وصافي وخدينا الاستقلال ديالنا حيتاش مشينا تمشينا في الصحراء. انا بالنسبه لي أسوأ حاجه تقريناها في البلاد هي اننا خدينا الاستقلال ديالنا حيتاش درنا المسيره الخضراء. أسوأ حاجه تقدر تقرا لشي شعب اللي كان تستعمر هي انه الاستقلال ديالو تخاد بمسيره سلميه. وانا بالنسبه لي هذا الجزء ديال الروايه السياسيه في البلاد هي اللي كتخلينا ما قادرينش اننا نستوعبوا ولا نفهموا الصراع ديال الفلسطينيين ضد الصهاينه. هذا الشيء علاش المغاربه ما كيقدروش يفهموا ولا يتعلقوا بالسياسه ديال حماس اولا الفكره ديال الثوره المسلحه.
انا كنقول ما كنقولش بلي بالضروره كان خاصنا اننا نشدو السلاح باش اننا نستقلوا، حيت هذاك ماشي داكشي اللي كنا وصلنا ليه. المغاربه خدينا حنا الاستقلال ديالنا حيتاش خوتنا الجزائريين تعبوا وناضلوا وكافحوا باش خادوا الاستقلال ديالهم بالثوره المسلحه ديالهم، هما اللي داروا داك الضغط. بيان سور كنزيد معاهم كاع الدول الافريقيه اللي خدت الاستقلال ديالها من فرنسا ومن اي دوله اوروبيه في ديك العهد. الثورات المسلحه الافريقيه هي اللي دارت داك الضغط على فرنسا واسبانيا باش انهم خرجوا بحالهم. معنيتها الاستقلال ديال المغرب هو نتيجه ديال الاستقلال ديال الجزائر، وصعيب انه الواحد يتقبل هذا الشيء. صعيب اننا نتقبلوا بلي التاريخ ديالنا حنا اللي قرينا في المدارس المغربيه بيلانغ براسو محرف. ولكن انا شخصيا ما تسنيتش حتى فهمت هاد الشهاده ولقيت هاد النقاط هادو باش يبان ليا بلي راه شي حاجه ماشي تلهيه في الطريقه اللي باش تقرين التاريخ ديال المغرب. لا، انا باقا عاقله حتى فاش كنت في الكوليج وفي الليسي كانت كتجيني في شكل انه حنايا شدينا الاستقلال ديالنا ومع ذلك فرنسا خرجات براسها طالع زعما ما عانوش من ناحيه ديال العلاقه ديالهم مع المغرب ومع دول شمال افريقيا ولا حتى شي دول افريقيه اخرى، حيتاش باقي حد الان كيستغلوا فينا كيف ما بغاو. وبقى عاقله واخا كنت مراهقه بديك الوقيته كان جاتني في شكل اننا حنايا ما قطعناش العلاقه ديالنا معهم نيشان، جاتني في شكل انهم باقيين يقدروا يزرعوا في البلاد ديالنا وفي الارض ديالنا، يمشيوا يصيدوا في البحر في البحر والمحيط ديالنا. واللي جاني في شكل اكثر هي هاد لوبسيسيون اللي حنا كنحسوا بها تجاه المشكل ديال الصحراء، ساشون كو حنا باقي عندنا مستعمرات اوروبيه في وسط البلاد، سبتة، مليليا، جزر الكناري. وغادي تقولوا لي لا حقا هادوك رانا ضابطينهم، هادوك رانا عارفين اش كنديروا وداك الشيء، ولكن لا لا، واخا نعياو وما نحاولوا نبرروا هاد الالهاء اللي دايرين لينا في الروايه السياسيه ديال البلاد، ما غاديش هي شي حاجه اللي الا جلسنا بالصح وبدينا كنتمعنوا فيها وكندققوا فيها ما عندها حتى شي معنى، ما عندها حتى شي معنى. كيفاش خايفين من جيراننا في الجزائر اكثر من اللي خايفين من الاستعمار ديال اوروبا انه يرجع، ساشون كو هما ديما كيقلبوا على طرق وسبل باش انهم يعاودوا يرجعوا لذاك المجد الاستعماري ديالهم. والحاجه الوحيده اللي كتخليهم انهم ما غاديش ما عندهم حتى شي حجه باش انهم يرجعوا للحرب مع المغرب ولا شي حاجه بحال هكاك، هي اننا حنا اصلا عاطينهم اكثر من داكشي اللي باغيين. المهم الخلاصه ديال هذا الفيديو هي انه هاد المشكل ديال القضيه الفلسطينيه والصهيونيه في البلاد في المغرب خلاتني كنعاود نراجع بزاف ديال الحوايج اللي كنا تقرينا على التاريخ ديال المغرب، على السياسه ديال المغرب، سواء كانت المسيره الخضراء، الاستعمار ديال المغرب كامل من فرنسا، من طرف فرنسا واسبانيا وحتى المانيا من واحد الناحيه. واهم هاد الحوايج هادي هي الصراع بين المغرب والجزائر، وعلاش الشعب المغربي كيتعطى هاد الصراع كالهاية من بين بزاف ديال الحوايج اخرين. او الصهيونيه في البلاد في المغرب خلاتني كنعاود نراجع بزاف ديال الحوايج اللي كنا تقرينا على التاريخ ديال المغرب، على السياسه ديال المغرب، سواء كانت المسيره الخضراء، الاستعمار ديال المغرب كامل من فرنسا، من طرف فرنسا واسبانيا وحتى المانيا من واحد الناحيه. واهم هاد الحوايج هادي هي الصراع بين المغرب والجزائر، وعلاش الشعب المغربي كيتعطى هاد الصراع كالهايه من بين بزاف ديال الحوايج اخرين. نحن متغربين فبيفرحونا، حتى يعني كان برضو اللي هو الموجودين في جنوب افريقيا وكده برضو كانوا بيجوا معانا وكل واحد ينشر ثقافته ونهزر ونضحك سوا. يعني كل سنه والشعب الجزائري والشعب المصري بخير، واتمنى يعني وببلغ يعني تحياتي للشعب الجزائري، جميله فوق راسي دايما، ومش هنسى ان انا عرفت احقق حلمي هنا، وشعب بجد طيب قوي، وشكرا ليه يعني على استضافته وان هم بيعاملونا كويس، خاصه ما يعرفوا ان انا مصريه بيعاملوني احسن يعني. وبقول لاهلي كل سنه هم طيبين، وان شاء الله العيد الجاي اكون معاكم وبعيد، او انتوا تيجوا هنا الجزائر تعيدوا معايا وبعدين ترجعوا مصر تاني.
واتمنى يعني شعبكم دايما يكون بخير وبصحه يعني. وشكرا لكم جاع يعني على عليكم تتهلوا فينا. وشكرا لسيتي وللمديره والافكار الجديده اللي ديما تجيبها لنا وصحه بزاف يعني. وبعد ما شفنا الفيديو الجميل ده وبعد ما شفنا الفيديو الرائع ده قد ايه الجزائر بتثبت لنا كل يوم ان هي احسن من اي حد في الدنيا وان هي بلد كبيره وان هي بلد عظيمه وان هي بلد رائده وبلد قويه وبلد لها مكانتها في الوطن العربي. انا بجد مش لاقي كلام اقوله اعبر بيه عن سعادتي وفخري واعتزازي بشعب الجزائر العظيم، ومش لاقي كلام اقوله اعبر بيه عن امتناني لكل فرد في الأسرة الجزائرية، لكل فرد في الدولة الجزائرية، لكل فرد في بيت جزائري. انتوا كل يوم بتثبتوا بشهامتكم ورجلتكم ان انتوا احسن من اي حد، وان انتوا فعلا بلد تتشال على الراس وشعب يتشال فوق الدماغ. انا بجد اي كلام هقوله مش هيعبر بجد عن الحقيقة وهيبقى قليل جدا عليكم. انا في نهاية الفيديو اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو اول مرة تشوفوني يا ريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتكتبوا لي تعليق محفز يشجعني. السلام عليكم.